أهلا بكم من جديد. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مضي الوزارة قدما خلال العام الجديد 2017، وذلك في مسيرة تسهيل الإجراءات على المستثمرين من أجل استقطاب المزيد من رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلي. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده الوزير الزياني في المقر الجديد لوزارة الصناعة في المرفأ المالي، استعرض خلاله أبرز إنجازات الوزارة خلال العام الفائت 2016، حيث زاد مجموع السجلات الجديدة الصادرة للمؤسسات الفردية والشركات بنسبة 200% ليصل إلى 26,836 سجل. وفي القطاع الصناعي فقد بلغ مجموع التراخيص النهائية الصادرة خلال العام الماضي 158 ترخيص، شملت صناعة البتروكيماويات والبلاستيك والألمنيوم، إضافة إلى تقليص المخالفات في المناطق الصناعية من 245 قسيمة مخالفة في 2015 إلى 73 قسيمة مخالفة في 2016. وفيما يخص القطاع السياحي، أكد الوزير الزياني نجاح استراتيجية السياحة الجديدة في زيادة عدد السواح بنسبة 6% من 11 مليون سائح في 2015، ليصل إلى أكثر من 12 مليون سائح خلال العام الماضي. احنا في 2017 أول شيء ننوي أن احنا نكمل المسيرة اللي بديناها في 2016 في القطاعات الثلاثة، الصناعة والتجارة والسياحة، اللي هي يعني تخضع لعامل مشترك هو تسهيل الإجراءات وتوسيع قاعدة الاقتصاد البحريني، تفعيل أو مساعدة رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يأخذون شريحة أكبر في الاقتصاد، وأيضا تسهيل الإجراءات على الشركات الموجودة واستقطاب رأس المال الأجنبي إنه يجي يستثمر في البحرين. 2017 بالإضافة إلى تكملة ما بديناه في 2016، نطمح أيضا أن نعدل من معدلات الإنتاجية في داخل الوزارة، اختصار المصاريف الغير ضرورية، تقليص العمليات. أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير والدينار الواحد والنصف دينار من الإصدار الرابع المتداول حالياً، والتي تم تغيير موقع وحجم خاصية ذوي الإعاقة البصرية فيها، وهي عبارة عن خطوط أفقية متتالية بارزة تظهر في وسط وجه الورقة النقدية من الجهة اليمنى، ويمكن التعرف على قيمة الفئة بواسطة التحسس لعدد الخطوط. ومثال على ذلك فئة الخمسة دنانير، حيث تحتوي على ثلاث خطوط، أما بالنسبة لفئة الدينار الواحد فتحتوي على خطين، وفئة النصف دينار تحتوي على خط واحد. والجدير بالذكر أن المصرف قد قام بتغيير موقع وحجم خاصية ذوي الإعاقة البصرية في فئتي 20 دينار والعشرة دنانير سابقا في شهر سبتمبر 2016. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.